بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل دوما في الشابتر الثاني بلوك دياجرام ريدكشن تكنيك اند سيجنال فلو جراف، ونتكلم هنا على البلوك دياجرامز. ونرى اولا او نقدم اولا السب سيستم. The sub system can be represented with an input U of S, an output, the input U of S, an output Y of S, and a transfer function. Transfer function هذا يمكن أن نسميه H of S، زي ما هو H of S is called a transfer function. Many systems are composed of multiple systems. يعني الأنظمة بشكل عام هي تتكون من أجزاء صغرى لهذا النظام العام. ونأخذ هذا الإكزامبل. هذا الإكزامبل السيارة مثلا مع السائق الذي وسطها، يمكن أن تكون يعني نظام. هذا النظام الحقيقي، يعني السائق هنا لابد أن يحافظ على المسار الصحيح. فكلما انحرفت مثلا السيارة بهذه الزاوية تيتا، لابد أن يعدل السائق من هذا الانحراف ويرجع السيارة إلى مسارها الصحيح. هذا نظام حقيقي، يعني من الحياة اليومية التي نراها. هذا النظام يمكن نمذجته ويمكن يعني عطاؤه في شكل نظري، وهو التالي. يعني عندي نظام منمذج أو نموذج لنظام حقيقي، عنده input. Input is the desired course of travel، يعني المسار المبتغى. ثم الاوتبوت هو الاكتيال كورس اوف ترافل، يعني وضعيه السياره في الوقت الاني. والانبوت هو يعني المبتغى، ماذا يعني نريد من قياده هذه السياره. طبعا الهدف هو السير في الخط الصحيح. بعدين باقي الاجزاء يمكن نمذجتها بهذه البلوكات: كنترول، steering mechanism, automobile and sensing measurement. يعني كل أجزاء هذا النظام الحقيقي يمكن اختصارها في sub blocks or sub system، كما تكلمنا عنه منذ البداية. الكنترول هنا هو بكل بساطة في هذه الحالة هو يعني السائق، أو يعني عقل السائق بطبيعة الحال. يعني لازم السائق، يعني عقل السائق هو المتحكم في سير السيارة. steering mechanism هي الأجزاء الميكانيكية، يعني من فرملة، من ضغط على البنزين، من كفرات، من ممكن تكون فيه some display على يعني لوحة القيادة إلى آخره. والسيارة في حد ذاتها الأوتوموبايل، وهو النظام الإجمالي. sensing measurement بطبيعة الحال هنا هي يعني العين، يعني على العين أو عين السائق، هي يعني عبارة على الفيدباك. يعني بواسطة العين يمكن أن نأخذ فكرة أو نظرة على ما هو أمامنا في الخط، أو على مدى انحراف السيارة من عدمه. وكل ما وصلت هذه الإشارة إلى العقل المدبر، وهو جزء التحكم الكنترول، كل ما كانت الأكشن في التعديل أو في زيادة السرعة أو في الفرملة أو في التخفيض من السرعة إلى آخره. فهذا يعني النمذجة، يعني هي طبقناها على نظام حقيقي، سيارة مع قائدها، وكل جزء يعني حاولنا أن نقسمها إلى 4 أو 3 أجزاء حتى نبين كيف يعني ننمذج أو كيف نعطي نموذجا لنظام حقيقي من خلال sub system. وهذه الأنظمة أو هذه البلوكات أو هذه يعني sub system، سنرى كيف يمكن اختصارها لجعلها يعني في نموذج واحد، وهو الترانسفير فانكشن انبوت اند اوت بوت. Thank you very much for your attention.